ايوا واتساب جايز، كيف ما كتعرفوا مؤخرا لونسينا المرحله ديال التصويت واللي هي المرحله ما قبل الاخيره ديال الجيمين اووردز. صوتوا على الجيمرز المفضلين ديالكم عبر الموقع gamingawards.com. الاصوات ديالكم ولا لي فوت ديالكم غادي يحددوا لنا الخمس اوائل في كل كاتيجوري. هذوك المترشحين الخمسه الاولين غادي يدوزوا معنا ديريكتومون المرحله النهائيه ديال الجيمين اووردز. المرحله الاخيره غادي يكون الصوت ديال الجوري هو اللي غادي يحدد لنا شكون الوينر في كل كاتيجوري، ولكن خصكم تعرفوا بلي الاصوات ديالكم غادي يلعبوا دور كبير عند لي جوري، حيت الخمسه الاولين في كل كاتيجوري غادي يكون عندهم واحد النقاط اضافيه عند الجوري، اي الاول غادي يكون عنده نقاط اضافيه اكثر من التالي، الثاني اكثر من الثالث، المهم راه فهمتوا شنو هذا. ونذكركم بلي مازال التصويت محلول، غادي تلقاو اللينك في الديسكريبشن باش تدخلوا تصوتوا على المترشح المفضل عندكم، وكنتمنى واحد الموفق لجميع المشاركين والمشاركات. Gamers, it's time to show your skills. Gaming Awards by Gaming MA.